السلام عليكم، معكم المعلمة سجس مادي من مدرسة جيل الراشد مربيات KG1. اليوم سوف أعطيكم تمارين لمراجعة الحروف سين، شين، صاد وضاد. التمرين الأول، ضع دائرة وفق الحرف المناسب. انظروا معي ماذا نشاهد في الصورة؟ إنها صورة ساعة. س س ساعة. رددوا معي، س س ساعة. ما الحرف المناسب للصورة؟ أحسنتم، إنه حرف السين. ننتقل إلى الصورة الثانية، ماذا نشاهد؟ إنها صورة شرطي. ش ش شرطي. ش ش شرطي. أحسنتم، ما الحرف المناسب؟ ضفدع. الصورة التالية هي صورة ضفدع. ماذا تبدأ كلمة ضفدع؟ إنها تبدأ بحرف الإض. ض إض ضفدع. إض إض ضفدع. أحسنتم، أين حرف الضاد؟ أحسنتم، إنه هنا. حرف الضاد يبدأ بكلمة ضفدع. التمرين التالي هو عبارة عن أن نصل الحرف المناسب بالصورة المناسبة. صورة ضرس. ضرس. ض ض ضرس. بأي حرف يبدأ؟ ض ض ضرس. أحسنتم، يبدأ بحرف الضاد. الصورة التالية هي صورة صاروخ. ص ص صاروخ. ماذا يبدأ صاروخ؟ بماذا يبدأ؟ بحرف الصاد. أحسنتم، يبدأ بحرف الصاد. أين حرف الصاد؟ أحسنتم. س س سمكة. س س سمكة. بماذا تبدأ كلمة سمكة؟ تبدأ بحرف ال. أحسنتم، تبدأ بحرف السين. والصورة الأخيرة، ماذا نشاهد؟ نشاهد ش ش شجرة. ش ش شجرة. تبدأ شجرة بحرف ال. أحسنتم يا أبطال، تبدأ شجرة بحرف الشين. أحسنتم، إلى اللقاء.